السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. طبعا بمناسبة شهر رمضان الكريم، ربنا يعيده علينا وعليكم ان شاء الله بالخير واليمن والبركات. ان شاء الله النهاردة هنعلن عن نتيجة المسابقة اللي احنا قلنا عليها. ان شاء الله هنختار 10 هنتابع معاهم تغذية علاجية، ان شاء الله هنتابع خلال شهر رمضان، وهنكمل كمان بعد شهر رمضان لحد ما توصل ان شاء الله للوزن اللي انت عايزه. هنختار النهاردة ان شاء الله اسماء ال10 الفايزين معانا. بسم الله. أول واحد النهاردة الأستاذ محمد غريب. أستاذ محمد غريب. تاني واحد الأستاذة إيناس. تالت واحد الأستاذة وفاء عبد القادر. رابع واحد الأستاذة نادية محمود. ده كده الرابع. الخامس الأستاذ حسام نصار. السادس الأستاذة حنين اي ال. السابع الأستاذة رولا المرابط. الثامن الأستاذ حازم أبو الشيخ. التاسع جولد روجر. آخر واحد معانا الأستاذ عمرو عواد. إن شاء الله هتابع مع الناس اللي كسبوا معانا النهاردة. إن شاء الله هبعت لهم رسائل وهتواصل معاهم، وإن شاء الله نتابع مع بعض. والناس اللي ما كسبتش أتمنى إن شاء الله إن هم يكسبوا. هنعمل مسابقات تانية كتير إن شاء الله يكسبوا معانا، وإن شاء الله برضه هنحاول نطلع لايفات تانية كتير نرد على أسئلة الناس. مفيش مشكلة لو حد عايز يستفسر عن حاجة أو كده، إن شاء الله هنبقى بعد كده في لايفات بإذن الله. وكده يكون خلصنا النهاردة. أتمنى يا رب تكونوا في صحة كويسة، وأتمنى لكم دوام الصحة، والسلام عليكم.